هنرجع نسأل شوية أسئلة وإحنا واقفين. سخنا بقى وخلاص؟ يلا جدا يلا صح وغلط وانتوا بس اللي هتجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعدة، أوكي؟ ماشي. وسيلة واحدة ولا كام؟ وسيلتين، يا إما استدعاء ولي أمر يا إما نغني. يا إما نغني، عندك وسيلتين، أوكي؟ ماشي. علي هسألك علي هسألك رايح فين؟ صفية زغلول لقبت بأم المصريين، صح ولا غلط؟ صح. أخدها يعني ولا ده الثقة دي إيه؟ لا ما صح ولا غلط؟ صح. صح ماشي صح طبعا اوكي، بس هي بالصدفه كده. الدكتور فاروق الباز عالم مصري كبير عمل في وكاله ناسا الفضائيه، صح ولا غلط؟ غلط. مش انت مش انت صح ولا غلط؟ غلط. غلط عشان هو قال غلط؟ لا لا صح. ولا انتوا شايفين انها غلط؟ غلط. بابا سامعاك وسامعينك يعني فاهم انت؟ في مايك. ما بتابعش الحاجات دي. خمسة أربعة صح ولا غلط؟ شوفي وسائل مساعدة. ثلاثة غلط. غلط؟ لا هي صح طبعاً. أوكي؟ ماشي. المواد الشفافة يمكن من خلالها رؤية الأجسام ورائها بوضوح. صح. طبعاً صح. ماشي. اللي بعده، يقوم المنشور الثلاثي بتحليل الضوء الأبيض لسبعة ألوان، سبعة، صح ولا غلط؟ صح. يا ابني بس، صح؟ يا ابني بس، أيوة صح طبعًا، ما تلخبطهمش يا علي. ماشي، أوكي، السؤال هنا. نشوف بقى عندكم وسائل مساعدة. ساندي أنتِ قلتيه في سنة كام؟ رابعة. رابعة، لأ ماشي ركزي. لقب بطليموس الأول بلقب سويتر ومعناه المنقذ. صح. لقب بالمنقذ؟ صح. صح ولا غلط؟ صح. صح بالحب يعني ولا صح يعني؟ لا غلط؟ صح. لا هي صح. ماشي. السؤال هنا. صح. ايوه علي دايما صح. انت في سنه كام قلتيلي؟ بتقول. لكن لسه ما دخلتش على التقيل. على التقيل، بس دي سهله بقى ومعروفه ومعلومه عامه، وكمان لسه متفرجين قريب على المومياوات بقى و يلا بينا. رحتوا المتحف ولا لسه؟ لا لسه. طيب ماشي ركزي، عندك وسيله مساعده برضه. يعد رمسيس الثاني اشهر ملوك الدوله المصريه الحديثه قبل الميلاد. رمسيس الثاني اشهرهم، اسمعي اسمه كتير، صح ولا غلط؟ صح. صح طبعا. اوكي. طيب